السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لعبة سوبر ماريو الرزول المافي. هاي بي ليتس جو، خليكم معنا انترو وهاي بي. This is Mario. And this is Bowser. They were known as eternal enemies. They had been fighting each other for decades, without getting anywhere. This is the reason of all the fight. Princess Peach. The two were fighting all the time to attract Princess's attention. But finally, Princess Peach. اوكي الان دخلنا الى العالم اللي بينا كما اختصار هنا الهيل هنا الارمر هنا سلموت هنا الاسلحة وكفر كنا نرنا عندما اتحدث اليكم صعب هنا غدو خطف مقارب من منك يا ماريو نعم انا هو ماريو اوكي نعم انا قلت من جديد اني انا هو ماريو نعم انا زيد انا فيري جود ويت ويت انا كنت ربعين قاعد هذا الفرق وقت انت دابا تاع الشعر بوم ابلع اوه ادع سوق هذه شيء ابلع اوه هذا كيف فرق هذا كيف في روح متفزرات كي راح نفهمنا وعاز ديال ايه بوخ خذ شو واحد فرق فانقا شو واحد حد زيد تا او هذا شي مشي هذا برينسيس فارغو وا بليز فارغو تشو هنا تشو اه هذا قاعد ديال تشيز جو بارك تاع اون غاس اخو صافا اخو عندك غير خشب انا اول مستر او سيجا تصل مش هو الديناصور من جديد؟ هو من جديد قال لي تفرقع الزهر هذا بس مش هو حسنا انا كون خوت ايش واحد خط قال لي هذا ديالي انا نفرقع التي ان تي نعم نعم فار فار نضرب هذا غادي يخرج واحد لا عندي واه اللي ضربني هذا هاد المزرعة هاد السلحفاة غير غنمني كيمشي يتسمسم خونا خونا زي خونا زي ماما ميا اوكي باختصار يزو خوت الصوت ديزي كاس ليس سين ليتس جو بلعن اه السيج السيج داما زي الاخر دولي ويش ويش انتو قاعد ولي ولي ايه بعد دينار يعني خلينا في الفاير والبابزي اه والبابزي قاعد كليش في الفورد من ميدرا كيس اوعد من جديد سيس نسيت عبد الحكيم كيس في اعتياد بسرعة السوبر ستوري سوف يبدأنا بدون سوى عبد الحكيم ايه فري فاير عندي متلعب فري فاير واو
Mamma mia! I love a song. I love a song.